Emil, du hade träffat en läkare för att vara orolig. Emil في زيارة عند مرشد اجتماعي في عيادة الشباب. يقول المرشد الاجتماعي إنه فهم أن إيميل طلب المساعدة سابقا لدى طبيب لأنه كان يظن أن لديه خللا ما في القلب، ولكنهما توصلا إلى أن حالته السيئة لها أسباب أخرى. Kan vi bara glömma det? Jag orkar inte bråka. Du kan inte säga till mig en sak och sen säger du glöm det. إيميل وياسمين يتشاجران بشأن أمر قالته ياسمين. تتساءل ياسمين لماذا يغضب إلى هذا الحد، وتقول إنها لا تتحمل الشجار. ياسمين يشرح المرشد الاجتماعي لإيميل أنه من الممكن أن يعود السبب في خفقان القلب والضغط على الصدر وضيق التنفس إلى القلق الشديد، ويسأله إن كان بإمكانهما محاولة معرفة سبب حالة إيميل السيئة. يا عارج، يروي إيميل أنه لم يتحدث بتاتاً عن حالته مع أي شخص آخر. يقول إن رفيقته تركته وأنه لا يوجد أي شخص يتحمله. يسأل المرشد الاجتماعي إيميل إن كان لديه أفكار ناقدة لنفسه غالباً. يقول المرشد الاجتماعي لإيميل إنه أمر جيد أن إيميل جاء لزيارته، ويقول إنه بإمكانهما الحديث عن الأمور التي تجعل إيميل حزيناً. يسأل المرشد الاجتماعي إيميل إن كان يريد حجز مواعيد أخرى لمواصلة الحديث معاً. يجيب إيميل أنه يريد ذلك.